مرافقة لألعاب البحر الأبيض المتوسط ارتأينا يعني على مستوى وزارة الثقافة والفنون أن نقوم بهذه المبادرة المتمثلة في إطلاق قافلة لمكتبات متنقلة عبر ولاية وهران والولايات المجاورة لها، 9 ولايات تقريبا التي ستحتضن فعاليات هذه الفعاليات الثقافية والرياضية. أيضا القافلة تضم أكثر من 40 ألف كتاب يعني من منشورات وزارة الثقافة في مختلف التخصصات.